وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب عمار جنبر، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الخدمات بالمجلس. أهلا بك سعادة النائب، وبرأيكم بداية كيف يمكن أن تسهم استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي برفد الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص النوعية للمواطنين؟ يا مرحبا وسهلا فيكم، شكرا لكم على الاستضافة. طبعا استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي 2022-2026 تأتي من ضمن تنمية القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي، وبهدف تنمية قطاعات الدولة الانتاجية والخدمية والاقتصادية، والتي من بينها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي. وكل هذا لوصول لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد وفق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه، وأن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يولي دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتمام كبير، وكل هذا يسهم في خلق المزيد من فرص النوعية للمواطنين. طبعا هاي الاستراتيجية راح تسهم في تعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية من خلال جملة مبادرات، وهي كانت أربع محاور رئيسية، وهي تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات ودعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الحوكمة الإلكترونية وتطوير القدرات الرقمية، وهذه كلها راح تسهم بشكل مستدام تتمثل في تحسين مرتبة مملكة البحرين، وأيضا جعل المملكة مركزا للابتكار الرقمي في المنطقة، وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة، واستقطاب الشركات الرائدة في المجال التكنولوجيا المتقدمة. هذه راح يترتب يعني حق ان تكون في زياده عدد الشركات الناشئه في قطاع تقنيه المعلومات بنسبه 20% ورفع نسبه الكوادر الوطنيه العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 30 ل 35% في السنتين المقبلتين باذن الله. نعم. وهذه كلها راح يسهم في توفير وظائف، خصوصا عندنا احنا الامن السيبراني راح يدرب اكثر من 20,000 مواطن حتى عام 2026. أكيد راح يكون في نغلة نوعية في الوظائف المطروحة في هذا المجال. نعم بلا شك. سعادة النائب عمار جنبر، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الخدمات بالمجلس، شكرا جزيلا لك.